رمان على العين يلا تنغني له، يا محمد هيا الجواز يلا تنغني له. الله لا يحرمنا الصوت يا حجة. أو شو كمان اليوم بدك تحكي لنا؟ بدي احكي لكم عن ذكريات الاراضي، كيف كنا نجمع الكش ونجمع الحطب ونعمل قرمش ونكسره ونزبل فيه الطابون ونجمع مع الحطب الناش نسوي مكانس اللي هو شجر النتش، نربطه في حبال نربطه بعصا ونسوي. وينه شجر النتش يا امي؟ وينه؟ هذا هو شجر النتش، هذه شجرة النتش، هذه هي هذه شجرة النتش، كنا نجمعها ونسويها كوام كوام بالشتوية عشان نولعها ونسوي منها نار. اها. ورمادها نجمعها ونسوي منها زبيب. شو زبيب؟ نغليه مع مية حتى تصفى المية تتعقم. وفي ميتها نحط العنب عشان ينظف من الحشرات وإشي، وبعدين ندهنه بزيت ونحطه على الحصر. يا سلام. يا سلام. يا انتوا كل هاي الشغلات كنتوا تسووها بإيديكم صح؟ ولا شو، كل شغلة بإيدينا كلها. وللمواقد كنا نجمع هذا الشوك، هذا شوك اسمه شوك الصبار، هذا شوك الصبار كنا نجمعه ونسويه حزم 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 ونسويه زي المشاعل، زي المشاعل على الطريق لما يجيك ناس. اها. نحط توامهان توامهان لما يجيك ضيوف بعاد عنك من قريه ثانيه، نولع لهم المشاعل عشان ندلوا على الدار، فهذا مفيد جدا لانه بطفيش بسرعه. هذا أيوة. شوك الصبار جميل والله جميل. كنا نعمل مشاعل طبعا نكون بكميات كبيرة، مش واحدة وتنتين وثلاث، وهكذا كنا عايشين حياتنا والله. والله والله ايامكم حلوة يا امي. والله ايام حلوة، ايام بتجنن. ولا لما كنا نلم